شباب اهل الاعلام بس واحد يا شباب اليوم اقمنا وقف في مدينه الباب لتذكير المجتمع الدولي بمجازر نظام الاسد اللي ارتكبها من مناطق عده من سوريا. طبعا اهمها كانت منطقه الحولي اللي راح ضحيه استهدافها 138 شهيد جلهم من الاطفال والنساء راح ذبح. فهي الوقفه كانت لتذكير المجتمع الدولي بالمجازر اللي سواها بشار الاسد بمناطق سوريا، ونتمنى من الدول القادره على محاسبه بشار الاسد انه تحاسبه باسرع وقت ممكن، لانه ما حدا قدر لليوم انه يحاسبه لنظام بشار الاسد، وكله عم يضحك على الشعب السوري ويقول انه هو معه، لكن بالنهايه هو كل الدول اللي ادعت انها هي مع الشعب السوري هي مع بشار الاسد. بس نخلص حسابك استنى. النظام لم ولن تمحى أو تنسى من ذاكرة الشعب السوري. في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات ارتكبت شبيحة النظام المجزرة المروعة بحق النساء والأطفال في مدينة الحولة بمحافظة حمص. هذه الأصوات التي طالبت بالحرية والعدالة والكرامة وأسقاط هذا النظام من أجل أن لا ينسى الشعب السوري هذه المجازر، وقفنا اليوم في هذا التاريخ لنطالب بمحاسبة هذا النظام، ونطالب الشعب السوري بالاستمرار بثورته. اليوم واقفين وقفة مدينة الباب الشمال السوري من شان ذكرى مجزرة الحولة اللي ارتكبوا فيها النظام الأسد وروسيا وإيران، قتلوا فيها أطفال ونساء وشيوخ. نحن نندد بهذه المجازر لمحاسبة نظام الأسد محاسبة قانونية عالمية لينال جزاؤه جرائم الحرب قانونيا دوليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.